Tell us what you intend to do, arrive at, and deal with it in action. على كل بالنسبة لهذا اللقاء التواصلي يعني هو واحد استهدف لنا المنتدى هو خلق واحد الدينامية للنقاش على مستوى هذه الدينامية للنقاش يعني ما غتكونش دينامية للنقاش اللي هي مجرد رابطة بما أنه غتكون دينامية على ضوء تجربة معينة والمنتدى لا يجد حاجة انه يوضع تجربه ديالو مواضع التساؤل ما عندوش هاد المشكل مواضع التساؤل في اطار البحث الجماعي على المخارج الممكنه في ظل وضعين يعترف به الجميع انه وضع مجزوم من على المستوى الحقوقي او على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتقني نحن نعيش مغيره وهذه اي واحد ممكن ينكر هذه الوضعيه فيها واحد النوعية اجتماعية خطيرة ثنائية هي تعم بالدولة المدنية وفي نفس الوقت يعني أفول العمل السياسي والحقوقي الجاد كاينش واش ما كاينش لأنه ما كاينش أربعة من المواضيع ديال التباعد بين إطارات القضايا اللي تاخذوها في إطار الوضع اللي هو قبيح ولتدريجه الجميع لتلمسه ولتحسسه أم أن هناك شي مسائل أخرى ربما اللي تغطي الساحة دابا حاليا في إطار التعود ديال الدول المدنية وكتدريجه من ثقافة يعني أو من صناعة ما يسمى بصناعة التبادل ضررتي أنه هناك ترخيص شامل للجميع يعني لكل أشكال ديال العمل اللي هو مضطر فأصبحنا بين المنطقة والسندان بين وعي جمعي أن المجتمع يتشكل بما دين على إرادة الجميع بما دين حتى على إرادة الدولة اللي هو يبخس الجميع ولا يعترف بأحد بالعكس يتطور بما دين كما قلت عن إرادة الجميع وهذا الوعي الجمعي يعني يحتقر المؤسسات يحتقر يعني المؤسسات ماشي فقط الدولة أكثر من هذا يعتبر حتى الأحزاب والجمعيات بما فيها الجمعيات والأحزاب التي تعتبرها أحزاب مناضلة وكذلك الجمعيات هي الجمعيات اللي بحثت بكثير من أجل يعني خلق تراكمات في مجال حقوق الإنسان وتحقيق الكثير من المكتسبات على مستوى الحقوق على مستوى الوطني ولكن مع الأسف الآن أصبحنا في هذه الثنائية هذه وأصبح المناضل الشريف يعني أو أي إطار شريف يعني في هذه المعادلة هذه ما بين وعي الجمعي يتشكل بما فيها الإرادة الجمعية والذي يخص الجميع بما فيها المؤسسات ديال الدولة من المؤسسات ديال الدولة حتى الأحزاب السياسية والجمعيات وبين التعاون ديال الدولة المتزايدة والهجمة ديالها على جميع المكتسبات والتراجع ديالها على جميع المكتسبات سواء على المستوى الحقوقي يعني حقوق الإنسان أو على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى آخره إذن فعملية الثنائية هذه خلات أن مثل المنتدى كذلك يطرح سؤال في غد العمل في حقوق المغرب بمعنى أن في الغيان المحسوب بحثوا على شنو هي الاستراتيجية العمل الحقوقي اللي هي تكون مناسبة لهذا الوضع اللي تنعيشه واش هذا المجتمع على غرض ما تظنوش على غرض كيفاش ممكن نحاول نستوعب هذه المستجدات وكيفاش ممكن نطرحوها في إطار برامج العمل في إطار مراجعات نقدية شاملة للتصورات ديالنا من أجل أننا بصح يكون عندنا حضور في هذا الشيء اللي تيدار هذا الشيء اللي تيتشكل وهذا الشيء اللي تيتكون على مستوى المجتمع وفي هذا السياق تمثل على جهد المنظور وفي هذا السياق كذلك طرحنا هذا الشيء هذا اللي طرحناه دابا حاليا من داخل المنتدى على أن المنتدى ما عندوش مشكل يطرحوه في إطار مساءلة ديال الوضع الحقوقي ومساءلة ديال التجربة ديال المنتدى وجميع يسهل في اطار تطوير ديال التجربه وخاصه ان المنتدى يعني غادي في اتجاه ديال عقد المؤتمر الجهوي في المؤتمر العام الثاني ديالو هذه الخطره وربما سيكون في مدينه تطوان او العرابيش على كل ديك الساعه غادي نشوفوا الاخوان شنو هما المؤهلات ديال كل منطقه من اجل نجاح المؤتمر المقبل اذا فالمؤتمر المقبل بدنا نمشيو له ولكن نمشيو له باستراتيجيه عمل جديده نمشيو له باستراتيجيه عمل جديده وبأرضيه جديده بمعنى ان القضيه هي التخسيس
يتأسس من خلال هالمنتدى هالمنتدى لا أكد 2006 جولي 2006 بعد يعني 12 عام في الفترة أنا الأول لمراجعة هذه القضية وهذا الأوراق ديال المنتدى بصفة عامة والمراجعة ديال الأوراق ما يمكنش يستند إلا من خلال يستند لهذه النقاشات التي تندرج في إطار اللقاء التواصلية ربما سيتساءل البعض أن هناك آليات تنظيمية لماذا لا تفعيل هذه الآليات التنظيمية للمنتدى في إطار علاش يمكن سحبها الطريقة هذه التواصل بهذه الطريقة هذه ربما كاين آليات أخرى اللي هي تنظيمية بالقانون الأساسي للمنتدى وكذا وكذا كان ممكن انه هذا الشيء يتخدم من داخل هذه القناه هذا لا يعني اننا يعني نهتم شو هذه القنوات التنظيميه للمنتدى بالعكس هذه القنوات كاينه للمنتدى مجلس التنسيق ديالو يعني ما يسمى القنوات التنظيميه للمنتدى من خلالها ممكن نقول بعض الاشياء ولكن في نفس الوقت تلقائيا انه من الايجابي الان هذا الوضع اللي تعيشه كما قلنا الخاص وهذا الوضع الخاص اللي هو المنتدى فقط يعني هو جميع الاداره الحكوميه ما فيها جمعية مدرسة الإنسان فيها الأحزاب السياسية التي تتبع أنها تعتقد المياه والديمقراطية بما فيها يعني هذا وضع يهم الجميع فبالتالي أنا الدوام كما قلت من أجل مطرحات التجارب هذه من أجل يعني البحث على شنو هي السبل الأنجح من أجل تجاوز هذا الوضع اللزوم اللي تدرسه على مستوى التنظيمات الحقوقية وجميع التنظيمات التي تعتقد نفسها أنها غير قادرة على هذا الوضع وبالتالي تستخدم مشروع تدريبي ليتي بان لنا دابا ستاتيك ما غيبقاش ستاتيك اكيد نعم تاع المغرب راه فيه ايفونس يعني مجتمع حي فيه واحد النوع ديال الديناميه اللي هي داخليه راه تتمشى تتحرك الجزائر هي قلبها يعني مصر هي حاليا تونس راه هي يعني تشوف يعني المحيط الاقليمي كله تيبوج يعني ما ممكنش المغرب يبقى يعني تشكل حاله استثناء ممكن ماشي حاله استثناء بالعكس ان الاوضاع ديالنا الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه هي اكثر تطورا من داكشي اللي كاين في الجزائر بكل سبب على مستوى الاجتماع احنا راه مشكل معضله كبيره راه الجزائر على مستوى الاجتماع احنا راه تقدم علينا مجموعه من الاشياء لكن على الرغم من ذلك الناس منو يعني منو من 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 هذا من المجموعه السياسيه اللي كاينه منو من الفساد منو من يعني هذه الانظمه كلها يعني